احنا وصلنا مع الباشا متمركزين في النقطة اللي اتفقنا عليها. تمام يا فريد، انا جاي لك. يحيى خليك هنا، اروح اشوفهم وارجع لك. تمام يا عم، انا مستنيك. فلوسك قدامك اهي. فتحي فين؟ فتحي فين؟ مش لما نعد الفلوس الاول؟ هتعدها ما تقلقش، بس عايز اطمن على فتحي زي ما كانوا بيعملوا في الافلام العربي بتاعت زمان. سلم واستلم. ايه ده؟ هما كانوا بيعملوا كده في الافلام العربي؟ لا، يبقى في الحاله دي نجيب لك فتحي. هاتوله فتحي. حسبي يا عم، الحداوة عمونا يا مملكة. فخرتك ده ليه؟ افتكرتك هتسيبني. خلاص يا توحة، عشان في ضيوف جايين. في ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ منورين يا جماعة والله. انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ احنا مين ايه؟ كل اللي انت شايفهم دول بتسأل احنا مين؟ أول مرة تشوف بوليس ولا إيه؟ بوليس؟ أنا آسف جدا يا فندم، يوسف في عنده ألزهايمر، فلو حضرتك حابب توجه له أي سؤال أنا تحت. طيب، كويس إن أنت موجود عشان تفهمنا كده إيه اللي بيحصل هنا وإيه حكاية الفلوس دي؟ أوي أوي، دي حضرتك فلوس الصفقة اللي إحنا أعلنا عنها من أسبوع بين مجموعة شركات يوسف في ومجموعة شركاتي، ودول 20% من المبلغ. ينسى كل حاجة إلا الفلوس. وده حضرتك الورق اللي يثبت صحة كلامي. أنا عايز تقول لي إن إحنا جايين في بلاغ كاذب. وأكيد طبعًا اللي اتصل بينا كان من رقم مجهول. ما عنديش فكرة والله. اسفين على الازعاج يا يوسف بيه، بس اكيد هنتقابل تاني. اكيد طبعا يا باشمهندس. باشمهندس عنده زهايمر فعلا. مبروك على الصفقه يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. انا طالع مع حضرتك، اتفضل. ليه؟ احنا لسه ما خلصناش كلامنا. تعال هنا استنى، عايز اتكلم معاك. ليه؟ دي حكاية 20% دول. دول مش بس 20%، دول شنطتين فلوس والباقي جرايد ومجلات. عايزك تقراهم كويس عشان انا هسألك فيهم. يا ابن الصيعة، لو جايب لي إشراف عام على الصفقة ومن وزارة الداخلية، لا صايع يا أنا. حياة أمك الغالية، ما هرحمك. سلام يا عيد أخوك.